يقول: قلت لزوجتي لا تعيشي معي، هل هذا طلاق من غير نية الطلاق؟ إذا كان ما نوى بهذا الطلاق فلا يكون طلاقا، هذا من الكنايات، والكناية يشترط فيها نية الطلاق، فما دام لم ينوي الطلاق فليس بطلاق. نعم. يقول: ما الدليل على أن آدم عليه السلام سمع كلام الله مباشرة دون الوحي؟ وقلنا يا آدم، قلنا يا آدم، هذا خطاب لآدم، هذا هو الدليل. إذا صار إن القرآن ما هو عندك دليل فما هو الدليل؟ نعم.